والحاكم هاد ما كان في عيب إلا عيب واحد بس. وفي يوم من الأيام كان قاعد بالديوان نادى لوزيره: أين حلاقك هذا يا وزير الزمان؟ لعله في الطريق إلينا يا مولاي. وهل هو قادم إلينا من الهند أم من السند؟ أنت تعرف يا مولاي أن أكثر حلاقي بلدنا قد هاجروا، أو بالأصح قد هربوا يا مولاي. ومسألة أن آتيك كل مدة بحلاق جديد ليست بالمهمة السهلة. ولكن هذه واحدة من مهامك أيها الوزير، ألست الوزير والمستشار الخاص بي؟ لو رمت الحقيقة يا مولاي فالحلاق الجديد قد أتيتك به من ظاهر المدينة، فمن لم يسمع بإشاعة اختفاء الحلاقين بعد يا مولاي؟ ما هذا أيها الوزير؟ هل بدأت بخلق المعاذير لنفسك؟ أنت تعرف أني أكره الاعتذارات وأكره الحديث عنها. الحلاق يا مولاي. وليدخل يدخل. أمر مولاي. السلام على مولانا الوالي. وعليكم السلام ورحمة الله أيها الحلاق. أين رأس مولانا حتى أحلقها؟ تعال معي أيها الحلاق الجدير بصنعته، وهذا هو الكرسي الذي سيجلس عليه الوالي لتحلق رأسه. تقصد شعر رأسه مع توضيب لحيته. هل تدرك أهمية أن تحلق رأس مولانا أو حتى شعره أيها الحلاق؟ أدرك ذلك، فرأس مولانا لا شك يختلف عن رؤوسنا جميعا، أو بالأصح أذناه. أذناه؟ ما ستقصد؟ أنت تعرف أيها الحلاق أن جل ما يهم الحكام أو أرباب الحكم أن يعرفوا ما يدور من حولهم في الخفاء. تمام، فهم يريدون أن يستشعروا مكامن الخطر عليهم. لا، لما لا نقول بأنهم يريدون أن يعرفوا ماذا يفيد الناس حتى يؤدونه، وحاكمنا هذا من ذاك النوع. هل جئت لأحلق شعر مولانا أم أستمع منك لمهامه ورعيته؟ من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى على مولانا أنه حباه بأذنين طويلتين لدرجة أنه يسمع ما تقول وهو بعيد من هنا. والمطلوب مني يا سيدي إضافة لقص شعر مولانا؟ لا شيء أيها الحلاق، لا شيء، فقط أن تتكتب عن شكل أذني مولانا، لأنه سر من أسرار الدولة. هل تدرك؟ أدرك ذلك. هيا أيها الحلاق خذ مكانك. هل رأيت شيئا ما يزعجك؟ لا 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 لا، لم أرى شيئا، حتى أنني قصير النظر يا مولاي. هيا إذن ابدأ أيها الحلاق وستكافأ بما لم تحلم به. نعيما يا مولاي. نعيما يا مولاي، حقا
إن لك أذنين جميلتين تسمع دبيب النملة، وهذا لا شك من فضل الله عليك. ولكنك لم ترى شيئا ما يخالف الطبيعة أيها الحلاق، أليس كذلك؟ أبدا يا مولاي أبدا، لم أسمع ولم أرى شيئا. همي أن تكون راضيا عني يا مولاي. إني راض عنك أيها الوزير. نعم يا مولاي. أكرم هذا الحلاق وهبه جارية جميلة تحسن تدليله، فلا بد وأنه قد سئم من زوجته العجوز. أنا أرمل يا مولاي أرمل. أيها الحاجب. أمر مولاي. أحضر عفراء. أمر مولاي. أيها الوزير، أكرم الحلاق. سمعا وطاعة يا مولاي. شكرا لك يا مولاي. أمر مولاي وسيدي. أهلا 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 بك يا عفراء. لقد وهبك مولانا الوالي لهذا الحلاق نظير خدمته له، فنرجو أن تقومي على رعايته بما يحب ويرضى. أمر مولاي. أما إذا خالفت ما نرجوه منك فأنت تعرفين جزاء من يخالف أوامر الوالي. سمعا وطاعة يا مولاي. مع السلامة أيها الحلاق، ونرجو أن نسمع عنك الأخبار الطيبة. إن شاء الله يا مولاي. السلام على مولانا الوالي. وعليك السلام. تفضل يا سيدي. أخبريني يا عفراء، ماذا تريد أن تعرف يا سيدي؟ هل كنت جارية الوزير أم الوالي؟ في الحقيقة تنقلت كثيرا في قصر مولاي حتى غدوت جارية الوزير. أفهم منك أنك كنت جارية الوالي ولو لمرة واحدة. نعم كنت. كنت؟ أقصد يعني كيف؟ ماذا تريد أن تقول يا سيدي؟ أقصد كيف كانت معاملته لك؟ من؟ مولاي الوالي تقصد؟ هو من قصدت. تقصد معاملته فيما؟ بكل شيء. إنه من خيرة الرجال خلقا وخلقا. هل قلت خلقا كذلك؟ بل إنه أجمل الرجال. لعلك لم تري أذنيه الطويلتين إذن. ماذا قلت يا رجل؟ لم أقصد شيئا. بلى لقد ذكرت شيئا عن أذني الوالي. أرجوك قبل يديك، انسي ما قلته. أنت حرة، لقد اعتقت لوجه الله تعالى. إلى متى سنبقى على هذه الحالة؟ عفراء،
اذهبي إليه واحرصي على ألا يغادر المدينة أو حتى المنزل. أمر مولاي. أين هو هذا التعس؟ في الأعلى، لا زال يغط بنومه بعد أن استعصى عليه النوم في الليلة السابقة، وبعد أن قال عن مولاي ما قاله. أيها السياف. أمر مولاي. قم بواجبك. أمر مولاي. إلى متى سأظل على هذه الحال؟ أشعر بالهلع والخوف وأنا الوالي. أنا الوالي وأشعر بالهلع والخوف كلما طال شعري واقترب موعد حلاقته. هدئ من روعك يا مولاي، فهذا قضاء الله سبحانه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أتدري يا وزيري؟ لا أدري إلا ما تعلمني به يا مولاي. إنني أشفق بحق، نعم أشفق، بل أشعر بالندم على كل حلاق أطخنا برأسه نتيجة كشفي سري هذا. للضرورة أحكام يا مولاي. آه يا وزيري، لو نقع على حلاق ثقة كتوم يحفظ السر لما احتجنا لسفك دماء الحلاقين، خاصة والإشاعة عنهم أصبحت ملء الأفواه. هذا صحيح يا مولاي، ولكن من أين لنا بحلاق موضع ثقة مولاي؟ لابد وأن يوجد مثل هذا الحلاق الثقة، وإلا لخليات البلد من الرجال. إنها شبه خالية يا مولاي. ولكنك موجود أيها الوزير، وتحفظ السر معي منذ زمن بعيد. هذا صحيح، لا بد من حلاق أمين. أيها الوزير، إذن جده وبأسرع وقت. وكفانا قتلا وقطعا لرقاب العباد.